سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بلا شك سيادتك نحزن كثيرا للخوف من الإسلام، لأن الإسلام في منطقه الواضح وفي معينه الصافي الذي أخذناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم توارثه جيلا بعد جيل، لا يؤدي إلى هذه النتيجة، لا يؤدي إلى الخوف، وإنما يؤدي إلى الراحة النفسية التي تتعامل معه. الإسلام هو في حد ذاته رسالة طمأنينة للبشرية، رسالة رحمة للبشرية، والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما نرى هذه النتيجة بلا شك أننا يصيبنا الحزن لما آلت إليه الأمور. كيف آلت إليه الأمور؟ كيف آلت إليه الأمور؟ هذا يحتاج إلى مراكز بحثية كبيرة تبحث المسألة وتذهب إلى أرض الواقع وتقول ما السبب في ذلك. نحن في دار الإفتاء المصرية أنشأنا فضلا عن مركز عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، وهو يعاونه مرصد آخر، مرصد الإسلاموفوبيا، لنرصد حركة التعبير الإسلاموفوبيا. لديكم مرصد له؟ نعم. يتقرر كيف وأين والأسباب والوقائع والأحداث؟ نعم، هذا المرصد بيبحث ويرصد حركة الكراهية التي تقع ضد الإسلام في أنحاء العالم، وبيكتب تقارير عن ذلك. أنت ترى حملة كراهية؟ تملت أن في حملة كراهية في العالم حول الإسلام؟ في طبعا في تصريح بتقول ذلك، ولذلك هم يخافون من الإسلام، أو الإسلاموفوبيا الخوف منه. ولذلك إذا أنا خفت من شيء، إذا خفت من شيء فإنني بلا شك قد لا أقبل هذا الشيء، وبناء على ذلك الكراهية بمنطق الخوف مقبولة، لكنها عند المعايير العلمية أنت بتخاف من لا شيء، أنت واهم في قضية الخوف. بناء الخوف في حد ذاته ليس مبنيا على أساس صحيح. المقدمات التي أدت إلى الخوف عندك ليست مقدمات صحيحة. طب ضع نفس سيادتك نفس مكان الذي يستقبل عمليات القتل والتفجير والنسب والدهس، الذي يستقبل سبي الأزديات، الذي يستقبل عمليات القتل غيلة بالسكاكين في بعض المراكز التجارية وبعض محطات المترو، الذي يستقبل محاولة السيطرة على مثلا مسرح حجز رهائن. يعني كيف ضع مكانك، ضع نفسك مكانه، وعندما كل مرة يتحدثون لك إيه مسلم مصري، مسلم باكستاني، مسلم جزائري، مسلم مغاربي، المهم تعبير مسلم وضع الجنسية، بس المهم التركيز كله على فكرة الإسلام، ده بينتج عنه روائح تؤدي إلى الإسلاموفوبيا. فيه أكثر من 1,800,000 مسلم على مستوى العالم. مظبوط يا فندم. كم منهم الذي يرتكب مثل هذه الجرائم؟ نحن لا نبرر جرائمهم، وإنما ندين جرائمهم ونقول بأن هذا لا يتنافى تماما مع الإسلام، لكن لا ينبغي أن يبنى على هذه الجرائم الفردية من مجموع المسلمين، لا ينبغي أن يبنى عليها حكم يضر الإسلام في حد ذاته ويضر بالمسلمين، إنما ينبغي حصر الظاهرة. نعم، ودراسة الظاهرة. كويس. ولماذا؟ ولذلك نحن درسنا هذه المسألة في سنة 2016. كويس. وجدنا أن أعداد الأوروبيين في داعش يتزايد إلى أن وصل إلى ما يقرب من 50% من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا من الجيل الثالث والجيل الثاني. وضعنا علامة الاستفهام. لماذا يذهب هذا الشاب؟ حتى أنا كنت مثلا في زيارة إلى فرنسا، والتقيت في هذا الوقت مع وزير الداخلية الفرنسي المسؤول عن الشؤون الدينية، وقال بأن فتاة
وفتى يعني فرنسيين ذهبوا إلى داعش، كانوا على ديانة غير الإسلام في الأسبوع الماضي وصاروا على ديانة الإسلام في هذا الأسبوع، في الأسبوع الذي بعده ذهبوا إلى داعش. فلك أن تضع كل علامات الاستفهام، ما الذي دفع هؤلاء في مدة أسبوع تغيير ديانة ثم السفر إلى داعش؟ ثم السفر إلى داعش، يعني رايحين للمجهول كمان. تماما. فلماذا؟ فلا شك أن هناك خلل ما لدى هذه البلدان في تناولهم لقضايا المسلمين ولدى المسلمين أنفسهم. ولذلك علينا أن نطرح العديد من التساؤلات والعديد من الحلول في هذا الأمر. إحنا وضعنا هذا السؤال وأجبنا عنه من خلال العمل إجرائي بأن قمنا مؤتمر، لأننا بحثنا في أساس المشكلة، وجدنا أن المراكز الإسلامية في الخارج تحتاج إلى أن نعيد النظر مرة ثانية في القائمين عليها من ناحية التدريب ومن ناحية التأهيل ومن ناحية التكوين العلمي. هذا اسمه قائد ديني هناك، فلابد أن يكون القائد الديني في أي مركز من المراكز على قدر المسؤولية وأن يعطي صورة صحيحة للإسلام. للأسف الشديد يا حمد بيه، لما تيجي تدرس منظومة المراكز الإسلامية على مستوى العالم بتجد بأنها في الغالب، حتى لا نعمم، في الغالب تتنازح أجندات مختلفة، أجندات إخوانية وغير إخوانية، وتمول بأموال كثيرة جدا، سلفية وشيعية وكل الألوان. لماذا تمول بهذا التمويل السخي الكبير؟ ما الدافع وراء أن تمول أنت؟ لأنها تحمل خطاب آخر، لأنها تحمل خطاب معين قد يؤدي، وهو أدى بالفعل إلى تأزيم الموقف وتقزيم الموقف ووضع الإسلام في صورة سلبية يخاف منها بالفعل. وأنت ضربت العديد من الأمثلة لأفعال فردية في الحقيقة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب علني قال إن إحنا مليار، لكن العالم اللي هو 7 مليار يخشى المليار ويخشى مما ينتجه المليار. ولذلك لابد من دراسة الموقف ولابد من تصحيح المسار. لا حرج إطلاقا ولا عيب إطلاقا نحن نصحح مسارنا مرة بعد أخرى، ما دام أننا وجدنا مثل هذه الخطابات تأتي هكذا وتظهر بين الحين والآخر. وضعت سيادتك والمركز والطريق عمل بحثي مهم جدا ومؤتمر مهم جدا على أول عيبة أو أول إشكالية أو منطقة ضعف المراكز الإسلامية، القادة الإسلاميين في هذه البلدان ليسوا أهلا من ناحية تثقيفية ومن ناحية دينية ومن ناحية تشريعية، وكمان محملون بأجندات، فلابد من إعادة المسألة. ولذلك احنا بعد هذا المؤتمر مباشرة الذي عقدناه في 2016 بعنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي، انتهينا إلى أننا بالفعل نحتاج إلى بذل العديد من الجهود في سبيل تصحيح المسار. والمسار هو إعطاء تكوين علمي حقيقي لأئمة المساجد والقادة الدينيين هناك في بلدان الغرب. فاتفقنا مع جملة من الأئمة أتوا إلينا في دار الإفتاء المصرية على دفعتين من بريطانيا، والحقيقة تم تدريبهم على أعلى مستوى. أئمة من بريطانيا وهم قادة وليسوا مجرد إمام فقط، لكنهم قادة في مجالهم ولهم تأثير. ووجدنا بالفعل بأنها بعد الدورة ما انتهت وجدنا تأثيرا، لأن احنا سألناهم ما الفائدة التي عادت إليكم، ما الذي تغير، أنتم أتيتم إلى مصر بشخصية، ماذا ستخرجون، هل بشخصية أخرى ولا الذي جاء هو الذي سيمشي. وجدنا لا، قالوا نحن تغيرنا بالفعل، النموذج الذي صرح